السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. إن شاء الله تكونوا كدوزوا رمضان بخير وعلى خير، الله يتقبل منكم الصيام والقيام، وإن شاء الله هذا رمضان يكون أحسن رمضان عندكم وتحققوا فيه كاع داكشي اللي كتمناو. إذا كانت هذه أول مرة كتشوفوا قناتي، مرحبا بكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة، تخليوا لي لايكاتكم ديزلايكاتكم وتعليقكم. إن شاء الله اليوم غنشارك معكم واحد الوصفة رائعة جدا. هذه الوصفة ما كاينش شي حد اللي كلاها وما عجباتوش وما طلبش لا غوسيت، كتجي زوينة بزاف لذيذة وسهلة التحضير وما كتاخدش الوقت بزاف. ممكن تحضروها لكم لعائلتكم أو لمن يكونوا جايين عندكم شي ضياف. بالنسبة للمقادير ما كنحتاجوش شي حاجة كثيرة، واخا يبانوا لكم مقادير بزاف، ولكن كاين بعض المقادير اللي هي أساسية وبعض المقادير اللي ممكن نستغناو عليها. إذا بالنسبة للمقادير الأساسية غادي نحتاجو جوج معالق كبار أو ثلاثة المعالق ديال لاكريم سور أو لاكريمة الطبخ أو لا ياغورت مسوس حسب المتوفر. بالنسبة للعنصر الأساسي الثاني غادي نحتاجو لا موطارد، غادي نديرو جوج معالق كبار 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 ديال لا موطارد. عندنا هنايا معلقه كبيره ديال الخلطه ديال التوابل الايطاليه، هذه ممكن تستغناو عليها بالنسبه للناس اللي ما عندهمش وتعوضوها باي اعشاب مناسبه عندكم. هنا عندي معلقه كبيره ديال السكنجبير مطحون، غادي تقدروا تعوضوا السكنجبير طري تقدروا تعوضوه بسكنجبير مطحون. معلقه كبيره كما كتعرفوا في الدجاج كيبغي سكنجبير. هنا عندنا اوراق سيدنا موسى، غادي ديروا الكميه اللي كتبغيو. وعندنا كذلك حامضه مصيره وشويه ديال الماء ديال الحامض. هنا عندي معلقه كبيره تقدروا ديروا حتى لجوج معالق ديال العسل الحر، هذاك العسل هو اللي كيعطينا هذيك لا كيرجع الدجاج كاراميليزي وكيتحمر مزيان. هنا عندي البصله يابسه، عندي شويه ديال المعدنوس يابس، عندي شويه ديال الزعتر وشويه ديال الزعتره. بالنسبه للمعدنوس يابس تقدروا ديروا قزبر ومعدنوس طري، والزعتر والزعتره ممكن تستغناو عليه. وبالنسبه للبصله مجففه والثوم مجفف تقدروا ديروا البصله طريه والثوم طري فيها الكفايه، ولكن هذه الخلطه هذه كتعطي واحد لوغو مختلف وزوين للوصفه ديالنا. وهنا عندي بقيه التوابل، معلقه صغيره ديال الملح، عندي التحميره، عندي الكمون، عندي الثومه طريه، وعندي شويه ديال العطريه ديال الشاورما، وشويه ديال السودانيه القليل فقط. بالنسبه للتوابل اللي ممكن ديروا تستغناو على هذا الشيء كامل، غديروا ملح، ابزار، سكنجبير، ياغورت مسوس والموطارد، والشيء الاخر كامل كيبقى اختياري. وكذلك تقدروا ديروا الثومه والحامض مصير، هادو هما الاساس العناصر الاساسيه في الوصفه. الشيء الاخر ممكن تستغناو عليه وغتجيكم الوصفه زوينه، ولكن الا درتوا جميع المكونات غتجيكم الوصفه احسن، وحتى المذاق مختلف على المذاق اللي كنديروه محمر بالطريقه المغربيه العاديه. عندي هنا واحد الكاس كبير، يعني تقريبا كاس ديال العنبه ديال الزيت البلديه، تقدروا تخلطوا الزيت الروميه والزيت البلديه، انا كنستعمل فقط الزيت البلديه. تقدروا ديروا كذلك القليل من الزبده، انا كنستعمل فقط الزيت البلديه، وانتم لكم الاختيار. هنا غناخذ واحد الاناء نضيفوا فيه جميع المكونات جميع التوابل اللي عندنا ونخلطهم مزيان باش نمشيو نشرملو بهم الدجاج ديالنا.
حاجة أخرى هو أنها التتبيلة هذه اللي درناها بليلة قبل وخلينا فيها الدجاج فكنحصلوا على نتيجة أحسن. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الوقت غادي يديروها بساعتين قبل، ولا ما عندكمش الوقت نهائيا غديروها بنصف ساعة قبل وديروها مباشرة في الفريكو وتخليوها نص ساعة عاد طيبوا الدجاج ديالكم باش تحصلوا على دجاج فتي ويشرب لكم العطرية مزيان. انا خديت هنا واحد جوج دجاجات وقطعتهم على هذه الطريقه هذه. بالنسبه لهذه الوصفه اللي غنعطيكم غادي تجيكم لجوج العشرة الاشخاص، نتوما غتاخذوا الكميه الدجاج اللي غادي تناسبكم وتاخذوا الجزء ديال الدجاج اللي كيعجبكم. تقدروا ديروا هذه الوصفه بالصدوره ديال الدجاج، تقدروا ديروها بالفخاد ديال الدجاج، بالجنيوحات باش ما بغيتوا، ولا تقدروا تاخذوا دجاجه كامله وتقرضوها عادي وديروا بها هذه الوصفه. خديت انا جوج دجاجات قسمتهم للوسط وغادي نشرملهم مزيان، وكنبقى نتقبش شي شويه الصدر باش كتدخل له الشرموله. تبارك الله البنات راه كاملين كيعرفوا كيفاش خصنا ندخلو مزيان الشرموله ديال الدجاج في الدجاج ونخليوها. كل ما خليناها اكثر كل ما كيجينا الدجاج فتي وكل ما كيجي متشرب هذيك الشرموله مزيان. من بعد ما كنشرملو الدجاج مزيان وكان ندخلو لي جميع الشربوله كتبقى لينا الصلصه، لان نقدروا نضيفوا واحد كويس ديال الماء على هذيك الشرموله حتى لنص كاس على حسب الناس اللي واش بغاوها تجي ناشفه او لا تجي شويه المريقه. كناخذوا هذيك البطاطا اللي قرضناها دوائر، ممكن تقرطوها كيف ما بغيتوا، تقطعوها مربعات، تقطعوها كيف ما بغيتوا وتقدروها في نفس الشرموله، وكنخلطوها مزيان ونضيفوا القليل من الملح فقط القليل. هنا كناخذ واحد الاناء اللي غيمشي للفرن، انا درته هنا لان كان غيمشي اون بورتي. خديت هذا الاناء هذا الجوطاب اللي كيمشي للفرن، درت شويه ديال الزبيده بلديه وشفرشت البصله. تقدروا تضيفوا حتى الخضر اللي كتعجبكم من غير البصله والبطاطا، مثلا ديروا فليفلا، تقدروا ديروا قريعه. انا هنا اكتفيت فقط بالبصله والبطاطا، ولكن فايت محضرها بخضر اخرين كتجي زوينه. المهم غادي نستف هذيك البطاطا على الاناء ديالي كامل، ومن بعد غادي نضيف الدجاج من الفوق، نحطو الجهه اللي محلوله لتحت والجهه اللي مجموعه في الدجاج هي اللي من الفوق. صافي هنا بديت كنحط هذاك الجيوج، درت جوج دجاجات لانني كيف ما قلت لكم هذا الطبق غادي نديروه لعشرة ديال الاشخاص، يعني يكفي عشرة الاشخاص او اكثر على حساب واش الناس كياكلوا بزاف ولا شويه. كتبقى لي هذيك الشرموله غادي نضيفها من الفوق، وكتكون هي عباره عن هذاك المرق اللي كنحطو في هذاك الطبق هو اللي كيمرق لينا. صافي كناخذوا واحد ورق الزبده كنغطيو به هذاك الاناء ديالنا اللي غيدخل الفرن، من بعد كنضيفوا ورق الالومنيوم. بالنسبه لمده الطهي الى درسوها على نار مهيله غادي تاخذ لكم ساعتين ديال المكانه باش انها طيب، ولا درسوها على نار متوسطه غتاخذ لكم ساعه المكانه. اما الى درتوها على نار يعني مرتفعه، درجه حراره مرتفعه، غتاخذ لكم من نص ساعه حتى 45 دقيقه. منين كندخلوها الفران اون فوا كتدوز واحد ساعه المكانه يعني حتى كطيب كنحسوا بالدجاج طاب وبالبطاطا طابت، كنعريو عليه باش كنخليو ان الدجاج يتحمر، كيجي رائع مهرمش مقرمش مهرمش مال ولا اللوز كيجي مقرمش وفتي ولذيذ لذيذ لذيذ بزاف. هاد الوصفه البنات منين غادي تجربوها غتولي معتمده عندكم، سواء كنتو نتوما وليداتكم او العائله ديالكم في المنزل، او لم يكونوا جايين عندكم الضيوف، وكذلك تقدروا تحضروها في لي بوفي. كتجي لذيذه 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 بزاف، ما فيهاش مكونات بزاف، ما فيهاش يعني ماشي معقده، ماشي وصفه معقده، سهله. اي وحده مبتدئه تبع الطريقه غادي تنجح معها الوصفه 100%، وكونوا اكيدين انكم غتحصلوا على واحد النتيجه واحد اللذه يا سلام، وغتكونوا راضيين على هاد النتيجه هذه. بصح
والراحه. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم وفتكم ولو بالقليل. كنضرب لكم موعد في الفيديو القادم ان شاء الله. ما نسيتكمش موجده لكم فيديو ديال البريوات، ولكن هذا الفيديو نزلته قبل، وان شاء الله كل نهار وصفه جديده معايا اسماء طيله شهر رمضان. شكرا على حسن المتابعه، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.